وتواتر مع استمرارية نجاح هذا المعرض أن يمثل بحق الصناعة المصرية وبيعكس التطورات اللي بتحصل جوه الصناعة عندنا والطموحات اللي عندنا إن شاء الله. النهاردة يمكن التركيز أكتر رايح في حتة التجمعات الصناعية، وده الفكر الصح، إن إزاي تجمعي صناعة مع بعض وتجمعي الصناعات المغذية ليها في نفس المكان، فبالتالي تقللي التكلفة، تزودي القيمة المضافة، تقدر المنتج بتاعك يبقى فيه مميزات أعلى من هي موجودة فيها النهاردة. أول حاجة أنا بعرف المستهلك بالمصنع، وبعرف المستهلك بالمصنع المصري، واحط تحت كلمة مصنع مصري ان ده حقيقي، بما ان النهاردة كصناعة بتشرف على هذا المعرض، ان احنا بنشوف وبنشجع على الفكرة، عشان ما حدش برضو يتخيل ان احنا بنبقى ضد المستورد، بالعكس احنا مع المستورد اللي جاي بالقنوات الشرعية المظبوط، واللي احنا بننافس معايا ما كناش صدرنا، فما دام انا بصدر بره فانا ما عنديش مشكلة. اعتقد ان احنا عندنا خطة طموحة ان احنا نتواجد حيثما يتواجد المستهلكين بغض النظر عن الشريحة اللي هم بيمثلوها، لان احنا عندنا من العارضين بتوعنا عندهم قدره ان هم يقدروا ينتجوا ويتعاملوا مع شرائح كتيره جدا. كم الشركات اللي بتعمل مشاريع قومية في البلد جات المعرض اللي فات قالت بجد احنا مكناش نعرف حاجة عن المصنعين دولة، انتي مش متخيلة عاملة ازاي. فما يبقاش بعيد عنك ان النهاردة في مشروع كبير بيتعمل في مصر، ولنفترض زي العاصمة الإدارية الجديدة أو مشاريع أخرى سواء كانت تنموية أو سياحية أو طبية أو غيره، إنه بيبقى عارف شركتين بس مش عارف إن في شركة في الإسماعيلية ممكن تعمل ده، في شركة في دمياط تقدر تعمل ده، في شركة في سوهاج بتقدر تعمل ده، في شركة في سينا النهاردة عرفنا، ما كناش إحنا نفسنا نعرفه إن في شركة في شرم الشيخ بتقدر النهاردة تصنع أساس. طيب لما أنا أعرف المنتجات السياحية النهاردة وإن شاء الله السياحة تتعافى وترجع تاني، لما ننمي هذه المنطقة فبالتالي ده بفايدة للطرفين، اللي هيشتري في الآخر المستهلك والمصنع، وفي الآخر هم مين؟ عمال مصريين واستثمارات سواء كانت أجنبية أو مصرية، بس ده جوه بلدنا، يعني جزء من الاقتصاد بتاع البلد. يعني 2016 احنا كنا بنتكلم 25 مليون دولار، 2017 37 مليون دولار، فبراير 2016 كان 30 مليون دولار تقريبا، احنا عند هذا الرقم في فبراير 2017، فبالتالي المؤشرات إيجابية.